جديد نحييكم في الجزء الثالث من برنامج احكي بالون على الهواء مباشرة عبر قناتي البلاد. إلى المناظرة الإعلامية وطريق الوصول إلى مبنى الفاف بين ممثل جايد زفزاف سيد عبد الكريم شتوفة وممثل مكتب عبد الحكيم سرار السيد هرادة عرس. لكن قبل هذا نتابع السيرة الذاتية لكل مترشح. عن عبد الحكيم سرار أتحدث وعن جايد زفزاف أيضا أتحدث. أفريل 61 بستيف لاعب دولي سابق تتويجات مع وفاق ستيف كلاعب البطولة الوطنية سنة 87 كأس إفريقيا الأندية البطلة سنة 88 الكأس الأفروسيوي الأندية سنة 89 دائما مع لونطونت كأس الجمهورية 89 دائما مع لونطونت مع المنتخب الوطني 12 مباراة دولية تتويج بكأس الأمم إفريقية 1990 أول كأس رئيس نادي وفاق ستيف حائز على بطولات محلية وعربية إضافة إلى بطولة رفقة نادي اتحاد العاصمة وأيضا 16 سنة مسير كمدير عام لشركة خاصة. هذا ما تعلق بعبد الحكيم سرار. لو تعطيني جايد زفزاف يا وليد يا مرجوي حتى نعرج طبعا جايد زفزاف، لكن قبل هذا نتحدث طبعا ما تعلق بعض الحضارات مع جايد زفزاف. نبدأ مع مترشح عبد الحكيم سرار سيد هرادة عراس في 3 دقائق. أول سؤال نطرحه طبعا في هذه المناظرة الإعلامية، ماذا عن برنامجكم أو برنامج ممثلكم أو برنامجكم كمكتب يريد الولوج الى مبنى الفاف؟ خليني نكمل على سيره تاع عبد الحكيم سرار. 3 دقائق ان شاء الله تكفيني. بالاضافه لانه من مواليد 61 يعني عام قبل الاستقلال، اليوم في عمره راها براتيكمون 61 سنه، نحي منهم 5 6 سنوات الباقي كلها كره قدم. كما قلت انت سير لاعب وسير 3 انديه، واحده في الغرب واحده في الوسط واحدة في الشرق. اليوم ولد كرة القدم، جبناه كرة القدم. عن البرنامج هناك البرنامج أعطيني التوقيت يا وليد يا مرجاوي، 3 دقائق المخصصة طبعا لكل مترشح، نتابع التوقيت الخاص طبعا لكل مترشح. واحد اثنين ثلاثة تفضل. محاور برنامج المترشح عبد الحكيم سرار يتركز على زوج محاور كبرى، المحور الداخلي اللي يتمثل في العناية الفائقة لكرة القدم الجزائرية داخليا من خلال تنظيمها والاعتماد على التكوين على مستوى القاعدة. هذا برنامج طويل عريض لا يمكن أن نقوله في حصة من هذه، راح يطرحه السيد عبد الحكيم سرار أثناء الجمعية العامة. أهم المحاور. المحور الثاني هو الخارجيين، برنامج يعتمد على الدبلوماسية الرياضية والحضور الدائم والقوي من في كل اللجان قاريا اقليميا دوليا. لاحظنا سي كمال من خلال الحديث تاعنا في عندنا 48 رابطة ولائية، مستقبلا راح تكون 58 رابطة ولائية. لو تشوف كمال مشينا نبحثوا على الكفاءات اللي نجيبوهم للمكتب، لقينا كفاءات على مستوى الرابطات ذات مستوى علمي عالي ويسيروا في كرة القدم الجزائرية، لكن لا ولا واحد يعرفهم. اليوم على المستوى الخارجي الاتحاد الجزائري كرة القدم تعود أنه يعتمد على مجموعة صغيرة دائما هي اللي حاضرة في لي كوميسيون ديفيرونت، سواء إقليميا قاريا دوليا. احنا راح نعتمد مستقبلا على كل الطاقات اللي موجودة في تمرست ولا في غردايه ولا في تيسمسيلت ولا في الشرق ولا في الغرب. كفاءات كبيره موجوده على مستوى الرابطات، سواء رؤساء الرابطات الولائيه او اعضاء المكاتب تاع الرابطات الولائيه اللي راح نعتمدوهم في ما سميناه الدبلوماسيه الرياضيه. الاكيد انه سي عبد الكريم سرار يحمل مجموعه من الافكار، والأكيد أنكم تقرأوا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي في دول معادية للجزائر أنه يخوفوا في الرؤساء توحم من قدوم هذا الشخص اللي يعتبر كفاءة كبيرة وطاقة كبيرة والمجموعة اللي معاه لقدر كمل توقيت تاعك الكثير لكرة القدم الجزائرية. عن المجموعة
في نقسموها على اثنين، ثلاثة الأوائل معروفين وأوجه رياضية اللي هم عبد الحكيم سرار، الأخضر باللومي، تاج بن ساولة. عن البقية المجموعة الثانية من رقم 4 ومشي، كلها كفاءات ذات مستوى علمي عالي سيرت كرة القدم الجزائرية على مستوى الأندية والله على مستوى الرابطات، وما نقدرش نقدمهم في البرنامج هذا بالأسماء تاعهم، لكن أي واحد فيهم يقدر يطالع على الأسماء اللي عندنا وعلى الشهادات اللي عندها وعلى المستوى العلمي العالي اللي عندهم. احنا هذا 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 خطوط عريضة للبرنامج تاع عبد الحكيم سرار، نتمنى من أعضاء الجمعية العامة أنهم يوضعوا ثقتهم في المجموعة هذه، ونتمنى من الرأي العام أنه يضغط على أعضاء الجمعية العامة لأنهم هما أصحاب الأصوات. طبعا هذا ما تعلق بعبد الحكيم سرار. إلى السيرة الذاتية لجهيد زفزاف كإطار جزائري يملك شهادات عليا جامعية، سير مؤسسات عمومية، عمل في عهد محمد روروا، يقولون أنه أيضا يملك الخبرة والتجربة. تعطينا السيرة الذاتية لجهيد زفزاف يا وليد مرجاوي. جهيد زفزاف إطار دولة، رئيس مدير عام للمجمع العمومي للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، نائب رئيس سابق اتحادية الجزائري لكرة القدم مع الحاج محمد روروا، تأهلين إلى مونديال 2010 بجنوب افريقيا، 2014 بكاس العالم، مانجر عام للمنتخب الوطني منذ فبراير 2022. يعني ترأس او كان مسؤولا، كان في فتره زاهيه عادت من خلالها الكره الجزائريه الى الواجهه. قبل ما تقتل الدقائق تاعك سي عبد الكريم شتوف، كلمه حول المترشح جهيد زفزاف. شوف المترشح جهيد زفزاف، السيرة الذاتية تاعو والرزانة تاعو يعني التربية تاعو خلات الناس يحبوا يدخلوا معاه في المكتب، وأنا واحد منهم. أوكي، هذه أولا. ثانيا الكفاءة، و هو على رأس من أكبر مجمع في الجزائر، والتجربة اللي عنده في الكرة الجزائرية وفي الفيدرالية، يعني نخطب عدة مناصب، خلات يكون على رأس هذا المكتب هذايا. والتجربة اللي عنده هو، يعني هو إنسان ماشي من اللي يظهروا في لا يتحدث كثيرا، ما يتحدثش كثير، وماشي من الناس اللي. سبب اختيارك لمكتب جهيد زفزاف؟ سبب اختياري أنه كفاءة، الكفاءة واحدا، التربية والاكسبيريونس اللي عنده. الى البرنامج الخاص بجهيد زفزاف، ما هو برنامجكم؟ ما هي اهم المحاور التي يتركز عليها برنامج جهيد زفزاف في ثلاث دقائق سيد عبد الكريم شتوف؟ شوف البرنامج اولا راح يستنتج من السنوات اللي مضاهم في الفيدراليه، وين الرؤساء اللي جازوا على الفيدراليه كلهم عندهم ايجابيات اكيد، وعندهم يعني نقائص كون فيها نقائص. احنا راح الرئيس والمكتب يستثمروا في التجربه تاع اللي كان فيها هو في الفترات هذو، في والدراسه اللي راح تكون هي دراسه معمقه تاع ما هي الاخفاق، حد الامور السلبيه اللي كانت في الفيدراليه منذ عده. احنا كل الناس اللي جازوا يعني عندهم خدموا داروا عطيهم الصحه، ولكن الاستثمار في النقائص هو اللي راح يكون البرنامج الاول. علاش الامور اللي ما نجحوش؟ وعلاش يعني راح تكون انيتود ان اكسبيرتيز دو سكي اي تي في بوندون توت لي زاني هذويا. اولا، ثانيا ريستركتوراسيون دو لا فيدراسيون، الموارد البشريه اكيد يكون فيها الناس كفاءة في الفيدراليه، ولكن اعاده النظر في البرمجه تاع التسيير تاع الفيدراليه. صحيت، هذه ثانيا. ثانيا ثالثا تطوير كره القدم. صحيت، ما هي الصيغه اللي توالم اون فونكسيون دو مونتاج فينونسي. ما تقدرش تكون تطور كره القدم هكذاك بالهضره، لازم دير يونيتود، دير تطور، دير المونتاج فينونسي بالنسبه لو ديفلوبمون دو فوتبول، وبالنسبه لا فورماسيون. لا فورماسيون راح تكون بين الفيدراليه لي ليغ اي لي كلوب. رابعا، وهذا اقتراح بتجربة الناس اللي في الميدان والمكتب اللي راه دخل مع جهيد زفزاف، اللي عندهم كلهم تجربة في لي ليغ ولا في التسير تاع كرة القدم، انه
كل ما عانيناه احنا كمسيرين جيد في الفطرة. أنا مثلا عندي 22 سنة في كرة القدم، وين ما كانت عندنا حتى علاقة بين مسيرين كرة القدم والمسؤولين تاع الفيدرالية، عمرنا ما درنا اجتماع، عمرنا ما تلاقينا بهم، وعمرنا ما داروا لنا. احنا راح نستثمروا في هاد النقائص اللي كانوا باش نعاود نردوا العلاقة بين مسؤولين كرة القدم والقاعدة هذه. وهل هذا أولا؟ ثانيا الحاجة المهمة هي التسيير، يقول التسيير التشاوري. واش معناتها؟ معناتها سي كي تشوف واش يسحقوا لك يعني الرؤساء الفرق واش النقائص باش نسيروا معاهم. طبعا هذا ما تعلق بثلث دقائق المخصصة أيضا لعبد الكريم شتوف للحديث عن البرنامج، إلى نقطة متعلقة بما يدور في منظومة كرة القدم الجزائري. كل يوم يشتكي من اهتراء هذه المنظومة، من خلال هذا الاهتراء ما هو برنامجكم لإعادة النظر في تطوير المنظومة الكروية من القاعدة وصولا إلى الهرم؟ احنا قلنا في الخطوط العريضة كي توقيت كي من فضلك زكي أعطينا التوقيت الخاص بها الرد على الرأس. تفضل. بون، سبق لي تحدثت على المحور الاول اللي هو تطوير تنظيف كره القدم الجزائريه. ما يخفاكش انه منذ 10 سنوات دخلنا في عالم غريب جدا هو عالم الاحتراف. كاين تجارب ناجحه على مستوى الانديه الجزائريه، منهم التجربه تاع شباب بلوزداد، اتحاد العاصمه اللي فيها شركات وطنيه. نظن انه المفروض وحسب البرنامج تاع المكتب الفيدرالي القادم ان شاء الله راح نديروا اعاده نظر في المنظومه تاع الاحتراف اولا، ونلقاو الحلول، وعندنا الحلول كمسيرين. سبق لنا سيرنا النوادي ونعرفوا المشاكل تاع النوادي. عبد الحكيم سرار نفسه كان يسير في وفاق سطيف، مشى للربع النهائي تاع رابطه ابطال افريقيا نصف النهائي بصفر دينار بأموال منعدمة. نظن أنه هو والله أنا هرادة والله الناس اللي سيروا في النوادي والله اللاعبين السابقين عارفين المشكل تاع كرة القدم الجزائرية. وضعنا لها برنامج باش نخرجوا الأندية من المشاكل اللي راهي فيها تدريجيا على مراحل، وإن شاء الله نديروا إيفاسمون المشاكل اللي ديفوا اللي نداروا من 2010 اليوم، ونستفادوا من التجربة هذه. هذا على مستوى النوادي المحترفة، كرة القدم الهاوية وكرة القدم الغير هاوية المعترف بها دوليا نسيناها اليوم. احنا عندنا قسم ثاني له هاوي له محترف، وانتم تعرفوا المشاكل اللي راهي توقع فيها الأندية، لنادي هاوي وديون شركة بالملايير لازم يخلصها باش يمشي الانخراط. عندنا رؤية عليها نحلوا المشكل هذا نهائيا. كرة القدم الهاوية نشجعوها من خلال تكوين للهوات كرة القدم للهوات شجعوها. عندنا مخطط كامل راح يعرضه الرئيس عبد الحكيم سرار على الجمعية العامة اللي تخلي النوادي تنتج تصبح نوادي هاوية لكنها منتجة مسوقة، عندها المداخل تاعها وعندها المشاريع تاعها الخاصة بها، ولما توصل لسيرت النيفو تقدر تولي نادي محترف وتقدر تشارك في البطولة المحترفة. عن الرابطات، عن اللي هي القاعدة تاع كرة القدم الجزائرية، قررنا أننا نشاركوها في كل كبيرة وصغيرة، قررنا أن نجيب الطاقات والكفاءات اللي فيها وفيها في على مستوى رؤساء الرابطات، على مستوى المكاتب تاع الرابطات سواء الولائية ولا الجهوية ولا حتى رابطة ما بين الجهات ولا الرابطات كامل، عند فيهم كفاءات كبيرة نستغلوهم لخدمة كرة القدم محليين ولخدمة كرة القدم على المستوى الدولي. انتهى توقيتك إلى ثلاث دقائق المخصصة لممثل جاي زفزاف سيد عبد الكريم شتوف. ماذا عن البرنامج لإعادة تطوير منظومة كرة القدم الجزائرية وإخراجها من المشاكل التي تغرق فيها؟ أعطينا التوقيت زكي من فضلك. شوف، إعادة تطوير برنامج كرة القدم هو يبدأ من القاعدة. يعني الأساس تاع تطوير كرة القدم هي القاعدة، ما تقدرش تبدا. يعني عندك الكلوب بروفيسيونال راهو معروف، راهو عنده منظومته، راهو ولكن هيكله الفرق
تبدا بهيكله القوانين. اكيد القانون الاحتراف اللي موجود حاليا ما مشاش في عده سنوات لانه فيه امور نيجاتيف يعني سلبيه، امور سلبيه يعني ممكن اعاده النظر في 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 الهيكله تاع لي كلوب بروفيسيونيل ريتودي كل توت لي ديفيكولتي اللي راهم يعانيو فيها الفرق، كو سوا الفرق الاحترافي كلوب بروفيسيونيل ولا اماتور ولا توت لي زوتر لي زوتر. اما بالنسبه للتكوين اللي راح يبدا من القاعده، معناتها كاين واحد الحل راح يقترحوا الرئيس جاهد جفداف ان شاء الله. كاين واحد الحل اللي راح يحل يكون راح يمس كل الولايات. اللي هو؟ اللي هو ما نقدرش نقول لك، هذا يدخل في اكبر محاور لا كومبان، هذا اكبر، هذا هو الاكبر لا كومبان لا كومبان تاع البرنامج راح يطلقوا. وين اون فا سيسيتي معليش سعودي حقه معليش لا موجود حل. انا قلت لك موجود حل بالنسبه انا قلت لك تبدا من القاعده على الاقل نبذ عليه للراي العام يعرف وكاين حل بصح من هذا حقه هذا سعودي لك تفضل. ايه لا نعطيك انا الحل ما لا خلاص نديروا انتخابات معليش انا جاي في الجزء الرابع خلي المناظره بيناتكم تكلم لي على حول البرنامج حول البرنامج قلت لك تطور يبدا من القاعده صحيت معناتها ومن خلال كيف قوانين من خلال كيف القوانين وهذوك القوانين كاين واحد الملف راح يندار في الفيدراليه كيف سوسيتي يعني انت كي دير برنامج والبرنامج هذاك ما عندوش اساس ما عندوش اساس بار اكزومبل المبالغ باهظه المونتاج فينونسي تاعو ما يمشيش يعني هذا مشروع غير ناجح. اما المشروع اللي رانا نفكروا فيه وراحين يقترحوه هذا المشروع راح يقترح الاكيد دو دروا بور سيسيتي لونغومون اي لا بارتيسيباسيون دي بوفوار بيبليك افيك دي بو دو مويان خاطر التكاليف الباهظه اللي رانا نصرفوها في كره القدم والنتائج اللي رانا نشوفوها ما عدا الفريق الوطني وبعض الفرق اللي راهم مهيكلين. حنا رانا نهضروا على تطويل الاف 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 تاع اللاعبين اللي راهم يشاركوا في البطولات كل توت لي توت لي كونفوندي يعني توت لي سيت. انتهى وقتك. مشكل اخر تعاني منه الانديه هو مشكل جهه المنازعات، مشكلة الديون التي تنصف اللاعبين ولا تنصف الفرق، هل فيه مخطط أو وضع قوانين أو تكييف قوانين تتماشى مع هذا الوضع المهتري ومشكلة الديون؟ سيد هرد عراس لو تعطينا 3 دقائق مخصصة زاكي من فضلك. كمال على مشكلة القوانين بودي ندير رد صغير خفيف على خويا عبد الكريم وأنا التذكير أن نحترم الاسم بزاف لأنه عندي أخ توفى الله يرحمه اسمه عبد الكريم الله يرحمه. يبدو انه الاخ عبد الكريم ما يعرفش انه مهمه الاتحاد الجزائري لكره القدم تنظيميه وليست تشريعيه، يعني ما عندوش حق اصدار القوانين والمراسيم التنفيذيه خاصه بالسلطات العموميه وتخص الوصايه اللي هي وزاره الشباب والرياضه اللي تقدر تنظم. تفضل تقدر تخذ اطار سامي ونعرف نعرف انا بالك راك نسيت قلت الكلمه ما سمعتهاش مليح كي قلت لك ولا تعرف كلمة بالفرنسية قلت سيسيتي. سيسيتي حب يقول حنا راح انا رجعتك لي سيكوندي داهم لك تو تفضل ثاني دقيقة المهم انه الاتحاد الجزائري كرة القدم يخضع للقوانين تاع الداخليين للوصاية تاعو اللي هي ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، خارجيا عندنا قوانين فيفا فيما يخص النزاعات والمشاكل تاع النزاعات والمنع من الانتداب هي قوانين دوليه هي وضعتها الفيفا، لكن المفروض والمفروض التجارب اللي عندنا في الانديه واش مسينا من مشاكل تاع الانديه هذه عندنا حلول واقعيه منطقيه. تفضل سي كمال عندك نوقفك هنا لانه الدقيقه ونص تاعك ديتها دوك الدقيقه ونص اللي بقات المتبقيه اللي شتوف حتى اكون منصف حول هذه النقطه لجنه المنازعات والدون. سي شتوف لجنه المنازعات منين تبدا المنازعه كيكون نزاع حب يقول كاين مشكل في البدايه حب يقول لازم يدرس ما هو دار هذا النزاع حب يقول سواء لو كونترا سواء الثمن الباهظ تاع اللاعبين
سوا هذه ولا سوا هذه، هذيك لازم تندرس على باز قبل ما نلحقوا النزاع. كي تفوت تلحق النزاع خلاص، هذا هو الحاجه المهمه اللي راح يكون فيها اقتراح من المكتب الفيدرالي للفرق. علاش قلت لك مقبل راح تكون دي ديسكوسيون مع لي بريزيدون كلوب باش يكون تشاور وهي في حلول، حلول يعني مدروسه ديجا ماشي هضره، الحلول هذوك تنظيميه وتشريعيه فيما يخص الفرق بيناتهم، يعني كونترا ان كونترا ها واش لازم يكون فيه، وراح تكون مساعده تشاور، وهذاك التشاور قانوني مع الناس المسؤولين يعني اطارات اللي يدركوا القوانين باش يتفاداو النزاعات. دونك لا باز يعني من البدايه هو لو كونترا هو المشكل تاع النزاع قبل ما نلحقوا النزاع. اولا الناس تهضر على تصنيف الاجور، تسقيف الاجور. الاجور فيها حلول راح تقترحها ثاني للفرق، وين فيها عده حلول باش التسقيف ما تقدرش تشرع تقول انا راح نسقف الاجور، ولكن فيه واحد الامور اللي تكون مقترحه باش نلحقوا الحل المناسب. طبعا للحديث بقية في الجزء الرابع الذي سيكون هنالك نقاش مفتوح ما بين الضيفين، اي دفاع عن كل فكره للغايه، يعني كل واحد راح يدافع الفكره تاعو باحترام بموضوعيه لا اقل ولا اكثر، حتى نعطي الفرصه لكل طرف يعبر فيه عن برنامج المترشح الذي يتواجد معه طبعا في الانتخابات المقبله للسابع جويليا ما تعلق بالاتحاديه الجزائريه لكره القدم. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير من برنامج احكي بالون على الهواء مباشره عبر قناه تي البلاد. في الجزء الثالث الذي كان من خلاله المناظره بين جايد زبزاف وبين ممثل جايد زبزاف وممثل عبد الحكيم سرار، كانت فيها 3 دقائق لكل مترشح حتى يتحدث عن المحاور الكبرى لبرنامج كل مترشح. الان سيكون نقاش مفتوح ما بين الضيفين، اي تبادل الافكار والدفاع عن الافكار فيما بينهم طبعا، عند ممثل جايد زبزاف عبد الكريم شتوف اتحدث، وعن الممثل عبد الحكيم سرار هرادة عراس اتحدث. الان الحديث كسؤال مفتوح لكم ضيوفي الاكارم المحترمين هو متعلق بانه كل اتحاديه ارتبطت الا بمنتخب وطني، ما فيش اتحاديه التي مرت منذ 20 سنه كانت مرتبطه بتطوير المنظومه الكرويه. هل من خلال عبد الحكيم سرار او من خلال جايد زفزاف لو يتواجد احد الاسمين كرئيس اتحاديه هذه المعادله راح تتنحى يعني نهائيا، سنشاهد اتحاديه تاع كره قدم وليست اتحاديه منتخب وطني؟ نخلي الجواب لخويا عبد الكريم مادام اكبر مني سنا ومادام يروج في الشارع الرياضي انه وراء ترشح تاع جايد زفزاف جمال بالماضي، على هذه هو اللي لازم يجاوب. تفضل سي السؤال طرحه انت ولا طرحه هو؟ لا طرحته عليكم جميعا. لا هذا سؤال ثاني. لا هذا مطروح سؤال ثاني تاعو. كاين زوج اسئله في سؤال واحد. هذاك تاعو هو مش تاعي. هو خلاص انا السؤال تاعو. تفضل سي السؤال قلت لي واش قلت لي؟ ما تعلق بالمنتخب الوطني، الاتحاديه اللي تجي ترتبط الا بالمنتخب الوطني. شوف. وتهمل المنظومه الكرويه. صح، علاش قلنا كاين احنا دوكا لو ديفلوبمون اي لا فورماسيون. لا فورماسيون ماهيش مرتبطة بمراكز التكوين، كاين في البرنامج هذايا إعادة المراكز التكوين اللي راهم في كاين اون ايكيب كي فا سوكوبي سبيسيالمون دو لا رولونس اي بور اشيفي لي سون دو فورماسيون كي سون اون كور دو رياليزاسيون. صح، هذه حاجة اورجونت. حاجة الثانية لو ديفلوبمون دو فوتبول اي سو في افيك دي موايان، اي سو في افيك دي موايان فينونسي تيل كي سون ريفليشي ميتنون، دونك يفو دو كرون موايان، دونك هذه ما تمشيش. اكيد. هذه ما تمشيش، معناتها يفو ريفليشير اسكيلي ان ديفلوبمون دو فوتبول اون فونكسيون دو لا رياليتي. لا رياليتي دي كلوب، لا رياليتي دي. اللغة العربية كانت في امكانية. يعني بالواقع، الواقع. صحيح. الواقع تاع الرابطات. الواقع تاع الأندية والواقع تاع الفيدرالية. كيفاش نفصل الاتحاد، أنتوما كيفاش راح تفصلوا الاتحادية المنتخب الوطني؟ ما تفصلش، الفريق الوطني راه يشتغل، عنده البرنامج تاعو، عنده الفرقه تاعو، راه يمشي في احسن الظروف. هذاك
لاكس اللي راه يمشي مليح ما تمسوش. صح. كي تمسونه كان توفر له الا الامكانيات فقط. فك ما تفكروا الامكانيات وراه عنده جاهد زلزاف راه مع الفريق الوطني ماناجر منذ عده. ما جاوبتوش على سؤاله. خليني انا دوك نجاوب على روحي انا. تفضل. لانه يشاع ويروج انه جمال بالماضي يدعم مرشح. المرشح ما احنا ماناش ضد جمال بالماضي، الرئيس كان تحدث لنا كمجموعه قال لما نوصل ان شاء الله راح نفتح نقاش مع الطاقم الفني تاع المنتخب الوطني. أكيد. ونفكروا ونحاولوا نجسدوا انشاء قسم. أه؟ قسم كامل لتسيير المنتخبات الوطنيه، المنتخبات الوطنيه، لانه لو تجي تشوف انه تنشا قسم بالمسيرين تاعو بالاداريين تاعو بكل شيء ما راحش ياخذوا حتى 1% من 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 الصالير تاع مثلا اللي حكم الايديزويت المراد. يعني نظن راح تنقصوا من لابي تاع. لا ما قلناش نتلاحوا لابي تاعنا، قسم لانه قسم يخص المنتخبات الوطنيه، ونفكروا اننا ننظموا المنتخبات الوطنيه كامل من 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 السينيور حتى الوليدات الاطراز اللي يكون عندهم هيئه خاصه بهم تمشيهم وتحطهم في احسن الظروف. اليوم احنا نشوفوا يتحدث على سي جهيد زفزاف، انا نحترمه كثير، هو اطار سامي تاع الدوله الجزائريه، وراجل كان في فتره ما على ما اعتقد وانا نتبع كان مرشح بيكون وزير، يمشي حتى لافريقيا باش يشوف فندق باش يشوف اذا كان كاين سانيتير داخل في الشومبرا ولا ما كانش. نظن انه هذه الفكره مرفوضه عندنا تماما. المناجر يكون على مستوى الانديه ما يكونش على مستوى المنتخب الوطني. المنتخب الوطني اطار كبير عنده طاقم فني كبير اللي يقدر يشرف على التنظيم تاع السفريه تاعو، على التنظيم تاع المباريات تاعو. هذه الفكره مبنيه. شوف هذه تنقص من قيمه جهيد زفزاف طبعا كاطار. لا ما نقص. معليش قولها. نقص من قيمه. معليش دافع على صلاه من حقك كل واحد يروج للمرشح تاعو. قيمه المنصب تاع المنصب تاع مناجر تاع فريق الوطن. شوف انا ندرت رياضيات. اه رياضيات كي درت دائما نشوف. عمرنا ما سمعنا هضر على جهيد زفزاف الا الايجابيات. عمري ما قلت عليه حاجه. لا لا مش عليك انت. لا ما قلت عليه. لا نهضروا على لا لا علاش علاش حاجه ونحترموا كثير. ما نهضروا على لا تكلمنا على المنصب تاع مناجر تاع المنتخب الوطني، نروحوا نجيبوا اطار سامي تاع الدوله الجزائريه نديروه مناجر في المنتخب الوطني باش يقلب على فندق ونبعثوه باش يشوف الفندق وكذا. هذا الامر خاطئ من الاساس. جهت. المنتخب الوطني يجب ان ينظم تنظيما هيكليا. هذا الذي سيعمل عليه. هذا الذي سيعمل عليه مكتب سرعه. سنعمل هذوك زوج اسئله في سؤال واحد يعني. لازم تجاوب. لازم تدافع انت تدي على افكارك. انا راني نجاوب تعاود نعاود. لا لا معليش تفضل. انا دوز زوج. لا واحد يقول لي باللي انت تكلمت على جهيد. اسمح لي اسمح لي. انا نحترمه ونبلغه تحياتي. نقاش مفتوح بيناتكم سي شتوف. شوف انا احنا قلنا عمرنا ما سمعنا شيء على جهيد زفزاف الا الايجابيات. راهو مناجر وكان مسؤول في الفريق. والله غتسمح لي كمان من الايجابيات تاع المناجر تاع المنتخب الوطني انه عندنا مقابله مهمه جدا تدينا لكاس العالم. عندنا فرصه اننا نهزوا دي ريزيرف تكنيك ساعتين بعد المقابله ورطينا الفرصه هذه. هذه واحده من الايجابيات تاع المناجر جينيرال خاطي جهيد بزاف. اي مناجر جينيرال في المنتخب الوطني. شوف قلت لك كل ما داروا جهيد زفزاف في الفريق الوطني ما شفنا فيه غير الايجابيات. دوك هو يروح يدير ريزيرفي ولا ما يريزيرفيش. النظام تاع التركيبه تاع الفريق الوطني عمرنا ما سمعنا باللي كانوا فيه نقائص في كسيسوا تاع لي ريزيرفاسيون ولا تاع لحد الان. دوك هذا مشكل مقترح راه ما كانش اكزيستي. ما عليناش شكون اللي طلع لا بال هذه تاع تهضروا على جهيد. لا لا معليش قلت لك هذه تاع التحضير. معليش انتما كنت تهضروا على جهيد. لا لا انا جاوبتك. لو تحبوا نهضروا على واحد اخر. لا لا ماش تهضروا على واحد اخرين. لا نهضروا على اي شخص. خلاص انا جاوبتك باللي انا هذه الامور كانت يعني في السابق ماهي جديده. نهضروا على جهيد. تفضل نهضروا عليه. تفضل. واش معناتها؟ هل اشتكى الطاقم الفني ولا اللاعبين ولا من المانجمنت؟ ما نظنش. انا جاب لي ربي راه كاين انسجام وكاين تنسيق بين المناجر اللي كان يشتغل المنصب اللي كان يشتغل جهيد زفزاف وكل الطاقم تاع بالماضي
والمسيرين اللي معاه والتقنيين اللي معاه وستاف ميديكال. دونك هذه هي حاجه الاولى. ثانيا بالطبع دوك واحد كي راح يولي رئيس راح يعاود ينظم، راح يشوف باللي تكون عنده القدرات باش يبدل الامور السلبيه. راح تكون عنده يعني قدره باش يبدل الامور السلبيه. دونك سي تان بلوس. واحد كيكون داخل الفريق راح يشوف الحاجه اللي ما تمشيش راح يزيد يسقمها. من هذه هي من الايجابيات تاع فيما يخص الفريق الوطني. اما هذا اللي طرقت ليه انت وتقول باللي يعني باللي لونترينور يعني المدرب هو اللي اختار، هذه كلام كبير. هذا لماذا اليوم مانيش ندخل في هذه المناظره حول جبهه بالماضي، فدعوا الناخب جانبا. لماذا اليوم الزج بالناخب الوطني اللي اكد في كل مره يقول لكم انا بايد كل البوات؟ لا لا الحديث بالفعل هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي. لا لكن خليني نقول لك اليوم هل يوجد بالفعل تيار زتشي الذي يساند جايد زفزاف والتيار روراوا الذي يساند عبد الحكيم صرار؟ إن كان ذلك فتلك المعضلة الكبرى، وإن كان الناخب الذي يحدد من سيكون الرئيس المقبل للاتحادية فتلك الطامة الكبرى، لأن مهمة الناخب مرتكز على المنتخب الوطني وعلى المستطيل الأخضر لا قل ولا أكثر. لماذا الزج باسمه في كل مرة وإنت أكد ذلك قلت تلك الطامة الكبرى؟ سؤال آخر الشيء اللي نأكده لك هو أنه الناخب الوطني خرج في تصريح صحفي امام الجزائريين كامل انا مستعد نخدم مع اللي يجيب أي. احنا اليوم نحتكموا للقوانين تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم ونحتكموا للصندوق وعندنا ثقه في الاعضاء تاع الجمعيه. من اعوجاج ما حدث في الاتحادات السابقه هو نظام المنافسه الذي عصف بفرق عريقه الى الاقسام السفلى. من هذا المنطلق برنامج جاي زفزاف، برنامج عبد الحكيم سرار، هل لك اعاده النظر ما تعلق بنظام المنافسه سيد شتوف؟ دوك ولا يعني النظام هذاك كان فيه امور سلبيه كثيره وراح تكون فيه دراسات تاع كل واش جرى في السنوات الماضيه، ما هي السلبيات اللي كانت موجوده فيما يخص النظام. راح يكون فيه النظر واعاده اقتراح جديد، برنامج جديد فيما يخص البرنامج. زاهد راه دارس. لا احنا على العموم مش كنت قسم لك في الاعضاء تاع المكتب جاوا بدراسه دقيقه جدا القائمه هذه على اساس اننا نروحوا نحو نظام منافسه يساعد جميع الانديه ونرجعوا شويه الهيبه للبطوله تاع الهوات، خصوصا اللي كانت قوه كبيره تمد الانديه اللي تلعب في القسم الاول والقسم الثاني. اليوم نظام المنافسه القديم اثبت الفشل تاعو، خصوصا اللي تغير منذ موسمين، اهبط المستوى تاع كره القدم المحليه لاقصى الحدود. عندنا من تكلموا بالتجارب تاعنا، عندنا واش نقدموا للمنافسه باش نرفعوا المستوى والعوده الى نظام المنافسه القديم والعوده الى 32 نادي محترف. تشوف المنافسات القادمه المشكل الوعيس والكبير هو مشكل المالي، يعني كي نقولوا احنا راح نعاودوا واش راح يندار؟ يعني تولي 32 فريق محترف. لا نعاودوا نقلبوا الانديه تاع القسم الاول والقسم الثاني الى نوادي محترفه او القسم الثاني الغير محترف كما معمول به في اوروبا. الى تحب تخش كنادي محترف بالريجستر كوميرس تفضل، تحب تخش كنادي هاوي تفضل، لكن هذا ما يمنعش انه الناس اللي راهم في القسم الثاني اسمح لي نكملها برك تفضل نكمل الفكره، ما يمنعش انه الناس اللي عندهم 10 سنين اللور وهما بالريجستر كوميرس تاعهم بالمشاكل تاعهم على مستوى على مستوى ليزامبو بالمشاكل تاعهم على مستوى لاكناس، واليوم نجيو على ضربه نقول لهم انتم ماكمش نوادي محترفه ما عندكمش الحق تديروا دي كونترا تاع لي جوار، بينما هما عندهم تجارب في انتاج اللاعبين وتسويقهم وهذا هو اللي اختصار. نروحوا لبعض الاسئله مهمه ايضا سي شتوف. احنا ما شفناش التسويق، ما شفنا ولا تسويق. هذا الريجيس كوميرس هذا اللي راه عنده الانديه ما هو الا ورقه. احنا في مولوديه العلم ما بعنا شنيحي ب 7 ملاير وبعنا ضرار جاب 3 ملاير ونص. خليه يتكلم فقط. معليش خليه يتكلم. ماشي العلم مش نظره العلم. انا نقول يعني على النوادي اللي راهي لتحتها واللي راهي تكلمها مباشره في السياره دور النوادي اللاعب يجيب لها مداخيل مهمه. هالرضا حتى نعطي حقها. حكايه من الفريق انت تهضر على العلم مولوديه العلم اللي نحترموها، ما نتكلموا على فريق واحد ولا اثنين، نهضروا على
الانوفات كاين اكثر من ما نقدرش نعطيك خبر نجاوبك سي كريم تاع من الفرق والفرق كلها هذه تعاني من المشكل المالي نجاوبك دوك المشكل المالي هذا ماشي تقولوا كي نقول عنده ريجيس كوميرس معناتها فريق محترف لا في ريجيس كوميرس هذه ورقه مكتوب فيها فريق محترف نجاوبك سي كريم ما هي التدابير اللي لازم يندارو نجاوبك سي كريم احنا كنا نهضروا على التكوين خليني نجاوب اخي عندي حق الجواب احنا كنا نهضروا على التكوين على مستوى الانديه وكنا نتكلموا على تنظيم وتنظيف كره القدم الجزائري اليوم كاين لاعب جزائري اسمح لي تنظيف اسمح لي مطلوب منه مطلوب في السوق الدوليه في المارشي في اوروبا جهد. مليون ونص مليون دولار على مستوى وفاق ستيف ما نتكلمش على باراد والتجربه الناجحه لكن انا كنادي ننشط في القسم خلينا نتكلم سي عرادة معليش بالحق ندافع عن افكارك هو ايضا يدي حقه ايضا في انا كنادي تفضل. في القسم الثاني ننشط جيد. في القسم بامكاني اني نجيب لاعبين نعطيهم فرصه جيد. ومن بعد نسوقهم للشباب بالوزداد ونقول اعطيني مليون جيد سي عبد الكريم شتوف شوف ما نحبش نقعد نجاوب على الواحد يهضر على احنا نقولوا كاين مشكل مالي وكاين مشكل تطبيقي في الميدان والفرق كلها الفرق كلها راهم يعانيوا راهم يعانيوا الفرق كلها يعانيوا ماشي بالكلام اللي رايحين احنا راح تساعد الفرق لازم دير دراسه معمقه تاع المشاكل الموجوده في الفرق وهذه المشاكل الموجوده في الفرق لازم تستغل فيها مع الرابطات والفيدراليه بالتنسيق باش يكون برنامج ما تعلق بالمديرية الفنية ما هو برنامجكم سيد شتوف وسيد هرادة عرس أتحدث المديرية التقنية الفنية للمنتخبات الوطنية هل عندكم تفكير في اسم أسماء هل ستكون موسعة هل ستكون في الشرق في الجنوب في الغرب شوف كاين باختصار أسئلة مقتضبة الناس اللي راهم موجودين في المكتب تكلموا مع وبالتنسيق مع سي زفزاف كاين يعني مجموعة تاع المدربين راهم محضرين وخدموا مع جهيد زفزاف في البرنامج تاع المديرين التقنيه مسبقا. جيد. سيكون مقتنع. هذا دعنا باختصار. سبق لي قلت انه نفكروا ان نقترحوا قسم تسيير المنتخبات الوطنيه في مكان المديريه الفنيه اللي تكون من الاطارات التقنيه كمدربين وكذا يتكون ايضا من الاطارات الاداريه والاطارات اللي تعج بهم الجزائر على مستوى الرابطات الولائيه اللي يقدروا يكونوا قسم كبير يسميه قسم تسيير المنتخبات الوطنيه. ما تعلق بقسم التسويق الاشاره الذي يعيد او يدخل اموال يدير اموال على الاتحاديه هل في تفكير من هذا الجانب من طرف عبد الحكيم سرار؟ لا يوجد في الجزائر احسن من عبد الحكيم سرار فيما يخص نيغوسياسيون على مستوى التمويل والدليل انه في 2004 لا تذكر كان وفاق ستيف ما كان والو لما جاء اعطاه الدفع من خلال مصادر التمويل اللي جابهم انا تكلمت معاه وقال لي هذه النقطه ما تهدرهاش لكن نقولها انه عنده وعود كثيره على مستوى مصادر التمويل باش يحل المشاكل تاع الانديه اللي تاع النزاعات. شوف ما نقدرش نعطي لك اسم تاع الممولين ولكن قبل ما نرشح روحو سي زفزاف راه عنده ضمانات من عند شركات اللي رايحين يرافقوا الفريق الوطني وراح تكون فيه هذه المعادله تاع التسويق. جيد. نقطة أيضا مهمة هي تأمين اللاعبين، تأمين المدربين، هل فيه تفكير أن يكون لك كونفونسيون بينكم وبين الصندوق الوطني للتأمينات اللي كان ذات يوم أو الصندوق الوطني وقت راه ولكن لم يطبق على أرض الواقع؟ موجود احنا وضعنا في برنامجنا أننا ندخلوا سريعا لإعادة الأمور لنصابها من خلال أنه نتبناوا احنا المشاكل تاع الأندية جيد. مع السيد شتوف نبقى الوقت كافي تهضر معايا تقول لك انا معليش لا معليش نعطيك السؤال لك او الجواب شوف كاين الستاتي تاع اللاعب صح الستاتي تاع المدرب صحيت الستاتي تاع المسير صحيت هادو هما اللي قادرين يحلوا المشاكل تاع الضمان الاجتماعي تاع تسقيف جهد الاسعار وتاع لو كاي دي شارج كي فايتر ايتابلي كونسيرنون لو جوار جهد ما تعلق بلي ماناجر
هل سيكون هناك شروط محدده لوكيل اللاعبين او وكيل المدربين؟ كاين قائمه على مستوى الاتحاد الجزائري لكره القدم وضعت نقدموا الناس ملف التوحم لكن بطريقه اعتباطيه. جيب مليون ترمينال تولي مناجر تكمل سيبار لو كاف لي زونتربي في عمليه غربله. احنا راح نكملوا عمليه الغربله وراح نكونوا الناس ذو مستوى كفاءات اللي عندهم مستوى الشهادات العليا هما اللي يكونوا في المناجر. حول هذه النقطه حاول نعمل نقطه نبدا نديروا وعود يعني ما تقدرش تهضر على وعود. كان برنامج المرج المسطر هو اللي راح يتكلم على هذه النقطه هذه. طبعا كسؤال اخير، اخذتم التفويض من نادي شباب بالوزداد وانت رئيس سابق لبلديه العلمة، اخذت التفويض من نادي امل الاربعاء وانت رئيس نادي الهوي لشباب بالوزداد، كيف؟ امر يشرف كره القدم الجزائريه. العكس نظن يشرف كره القدم. شافوا ناس الاربعه ومش لا كي كاسي ربي وتكون جيل الاربعه نتكلم على الاربعه ولا على المنديه ولا على صحيت سكيكدا ولا على شافوا كل واحد خير انه الشخص اللي يقدر يمثله مستقبلا في المكتب الفيدرالي. سبق لي اني في بدايه الحصه اني شكرت مجلس اداره شباب الوزداد على راسهم السيد بالحاج على راسهم شرف الدين عماره انهم وضعوا الثقه في شخصي وشافوا بلي يعني ممكن نكون ممثل لشباب الوزداد مستقبلا في المكتب الفيدرالي. وانت رئيس نادي او شباب الوزداد وانا نوعدهم اني نحمر لهم وجوه. انت ممثل لامل الاربعاء. انا عندي زوج اجوبه. الجواب الاول فيما يخص النقطه تاع أنا ما كانش نيتي باش نترشح. صح. أولا كي جاني اقتراح تاع الترشيح وكلمني سي زفزاف كان يوم السبت. أوكي يوم السبت والملف وجدته أنا يوم الأحد. صح. هذه أولا. دونك أنا ما طلبتش فريق شباب بلوزداد باسكو كانت تمدد. أما فيما يخص مجلس الإدارة. اختصار؟ فيما يخص مجلس الإدارة وين راني عضو مساهمين مجلس مساهمين صحيت وراني عاود في مجلس الاداره. عمري ما سمعت باللي سي هراد ومرحبا بي على كل حال شباب بلوزداد احنا شرفنا. عمري ما سمعت باللي انت راك داخل معنا في كونسي دادميستراسيون. هذه اول مره راني سمعت بها ولا في لاسومبلي جينيرال ديزاكسيونير. الوقت انتهى. من حقكم كلمه اخيره لاعضاء الجمعيه العامه الانتخابيه، ماذا يمكن ان نقول لهم حتى يصوتوا على مرشحكم او على مكتبكم ككل؟ ماذا يمكن ان يقول لهم شتوف عبر هذه الكاميرا المخصصة؟ شوف نقول لهم باللي التكوين تاع التركيبة تاع المسيرين اللي راهم يكونوا في المكتب هدايا على راسهم سي جاي الزفزاف اللي راهم يعرفوا واشتغلوا معاه. البرنامج المسطر صح يكون برنامج مدروس تقني وبحلول واقعية. دونك قولهم صوتوا علينا، قولها لهم. احنا كاين بيبيان سي لازم يصوتوا على ما راحين يصوتوا، لازم يصوتوا على ماذا يمكن تقول جمعيه الامل الانتخابي لاعضاء جمعيه الامل الانتخابيه سيد هرادة؟ قبل هذا انا الوقت انتهى، الوقت هرادة يعني الوقت انتهى نص دقيقه. قبل هذا انا عضو سابق في الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم صحيح اللي عهده كامله. نعرف السيد كريم شتوف، نعرف انه يستخرج الاجازات تاعو من الرابطه كرئيس نادي هاوي ولا كمسير في شباب بلوزداد. نعرف انه ما يفيكريش في الكونسي دادمينستراسيون تاع الاربعه. المهم الناس الاربعه شافوا فيه بلي يستاهل يكون ممثل لهم. نحييهم بالمناسبه ناس. رسالتك لاعضاء الجمعيه والوقت انتهى. اعضاء الجمعيه حتى يصوتوا عليكم امام فرصه تاريخيه انهم يغيروا. طالبوا بالتغيير. هاي الكاميرا. طالبوا بالتغيير، طالبوا بناس جدد. جبنا كفاءات، جبنا ناس متكونين مليح. ما سبق لهمش انهم سيروا في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. بالمقابل ما عندناش ناس اللي مروا في المكتب الفيدرالي السابق، لكن عندنا تجارب كبيره وعندنا كفاءات كبيره وعندنا طاقات كبيره نستغلوها. اذا ما وضعوا فينا اعضاء الجمعيه العامه الثقه راح نستغلوها لخدمه كره القدم الجزائريه بالخصوص. سيد شتوف بارك الله فيكم. نشكر كل شباب بلوزداد وفريق الاربعاء على الثقه اللي وضعوها فينا. شكرا. وانا بدوري اتوجه بدعوه رسميه الى السيد عبد الحكيم السرار الذي سيكون المترشح لانتخابات الفاف والى السيد جايد زبزاف حتى يكونان حاضرا معي في برنامج جحكي بالون عشيه انتخابات الفاف اي يوم الاثنين او يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء، ما يكونش فيه مانع حتى نعطي الفرصه لمناظره اخرى ستكون تاريخيه بين الرجلين، ولانه فيه اليوم كانت المناظره لاول مره مع ممثل
الصحفي عبد الحكيم سرار وممثل لجهيد زفزة. في الختام تعزية حارة لعائلة زيداني بحربيل بسطيف في وفاة الشهيد شهيد الواجب حرائق الغابات شعيب زيداني رحمة الله عليه عون الحماة المدنية فرحمة الله عليه. وتحية تقدير لكل المشرفين على برنامج حكي بالون، وليد مرجوي طبعا في الإشراف، زكي اللوس كان في إخراج هذا العدد، مروان في هندسة الصوت، مريم في سكريبت، وديس عبد الغفار وأيضا دراجة، وكل من ساهم في إنجاح هذا العدد من برنامج أحكي بالون. تحية لكل لسيد هرادة عراس على قبول الدعوة، ولسيد عبد الكريم شتوف على قبول الدعوة. يوم الاثنين عدد جديد، ليلة الاحتفال بعيد الشباب والاستقلال، الستينية التي ستبقى تاريخية مع الألعاب المتوسطية. عاشت الجزائر دائما متألقة. تحية الجزائر، إلى اللقاء، ليلة سعيدة. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم صحة. شكرا جزيلا.